من فترة قريبة سمعنا خبر وفاة لاعب في نادي مطروح عن طريق انه بلع لسانه، والحقيقة ان بلع اللسان من اشهر الحاجات اللي بتجيلنا المستشفى، ومن اشهر الحاجات اللي بتحصل عامة خصوصا في الناس اللي بتلعب كورة، وبما ان الناس مش عارفة ازاي تتعامل مع الموضوع ده غالبا بيعمل اختناق وفي خلال دقايق الشخص بيتوفى. فانا جاي اقول لحضرتك على خطوة بسيطة جدا ان شاء الله هتقدر تنقذ بيها اي حد فجأة وقع وشكته انه بلع لسانه، بس يا ريت حضرتك تشارك الفيديو يمكن اي حد يستفاد منه. الحقيقة ان مصطلح بلع اللسان هو مصطلح غلط، لان مفيش حد يقدر يبلع لسانه. كل الفكرة زي ما حضراتكم شايفين ان اللسان رجع لورا فسد مجرى الهواء، يعني عضلة اللسان حصل فيها ارتخاء فرجعت لورا. طيب ازاي تتصرف لو حصل الموقف ده قدامك؟ اول حاجة ممنوع ان حضرتك تمد ايدك جوه علشان تسحب اللسان، لان صدقني حضرتك مش هتعرف وبتخسر وقت على الفاضي، ولكن حضرتك بخطوة بسيطة جدا هتقدر انك تنقذه ان شاء الله، وهي ان حضرتك هتحط ايدك بنفس الشكل اللي في الصوره ده. وكان في دكتور الله يمسيه بالخير كان محفظها لنا في اغنيه بسيطه، بيقول لك ايد على الجبهه وايد على الدقن، ازق الجبهه وارفع الدقن. خطوه بسيطه جدا بس بيها ممكن ربنا يجعلك سبب انك تنقذ حياه حد. فحضرتك لما تبدا ترجع دماغه بالشكل اللي انا وضحته لك ده، اللسان بيرجع لوضعه الطبيعي وبيفتح مجرى الهواء، وبكده حضرتك بتكون انقذته بفضل الله. اشوفكم في فيديو جاي، مع السلامه.